محافظة تعز كغيرها من المحافظات اليمنية استعدت الأسواق بتوفير كل ما لذ وطاب من المواد الغذائية استقبالاً لشهر رمضان المبارك، صورة وإن كانت تعكس ملاءة اقتصادية لدى التجار وصورة إيجابية في توفير البضائع، إلا أنها تفتقد العنصر الأكثر أهمية وهو العامل البشري المستهلك والقادر على الشراء. فغياب المستهلك ليس جفاءً ولا تغيراً في غذائه، ولكنها الظروف المالية الصعبة. فاليمني يعيش أزمة منذ 3 سنوات انقطعت خلالها مداخيله ومصادر رزقه، مما أثر على قوته وقوت أطفاله، فالكل اليوم لا حول لهم ولا قوة. الغلاء زاد زيادة، يعني زيادة على القانون، والمواطن لا يتحمل، يعني والرواتب أيضا لا تكفي، والدولار ارتفع، والحكومة لا تنظر أيضا إلى هذا الوضع. وضع المواطن صار مزري جدا. الفقير الذي لا يجد لا راتب ولا يجد من يطعمه، من أين يأكل؟ من القمامات. البضاعة اللي تودي إلى السوق المركزي هناك حصار من الطرق، لأن الطرق مسافة بعيدة جدا، وهناك إذا السلة كانت تتواصل من الحبن مثلا ب 100 ريال، هنا تكون التواصل 700 ريال إلى 1000 ريال، هناك الأسعار مرتفعة تكون جدا على المواطن والضعيف والمسكين. أزمة المواطن الممتد ل3 سنوات بسبب الانقلاب انعكست عليه سلبا، فأسعار السلع ارتفعت بشكل جنوني وكل يوم ترتفع أيضا، والدخل والمرتبات والأعمال شبه متوقفة، والرقابة على الأسعار غير متوفرة، وكل تاجر يبيع بالسعر الذي يحلو له. سعر الخضروات مع قدوم شهر رمضان الارتفاع الأسعار، سلة طماط ب7500، سلة بطاط ب5000 ريال، ذلك في أسباب التعب والمشقات، الطرق والبهذلة والإهانة والحصار الجائر على مدينة تعز. الظرف صعب مع انعدام المرتبات، سوء الأوضاع الاقتصادية، استمرار الحرب، وما فيش أفق زمني لانتهاء الحرب. الأسعار في ظل هذا الوضع لا تتناسب مع دخل الموظف إطلاقا، ولا صاحب الدخل المحدود أو غير المحدود، تتفاقم كل يوم بحجة الدولار، في ظل انعدام مرتبات بعض المؤسسات لم تستلم حتى الآن، إضافة إلى جشع التجار يستغل رمضان للاستثمار. صحيح أن البضائع متوفرة وبأشكال وألوان مختلفة، وقد تم عرضها ورصها من قبل التجار، ولكنهم أيضا يعيشون أزمة خاصة بهم، ويعيشون فترة عصيبة، فالبيع محدود والدخل محدود والزبون بات نادرا، وإن اشترى فللحاجة الماسة فقط. أما الإقبال على ما لذ وطاب فعين المواطن أصبحت بصيرة ويده قصيرة.